دي شقة 3 غرف، مساحة 125 متر، عندي ده المدخل. مدخل هنا، المدخل هنا ممكن تعمل دولاب. طبعا هي الشقة جديدة ما سكنتش. عندي هنا دي أول غرفة، دي مساحتها، فيها شباك. الشقة داخل مجمع سكني كامل من الخدمات، سيكيورتي، مسابح، كل الخدمات، جميع الخدمات الاجتماعية. عندي هنا ده الحمام. الشقة 3 غرف بس للأسف فيها حمام واحد بس. عندي هنا دي غرفة تانية، عندي هنا ده المطبخ، مطبخ فيه بلكونة، بلكونة صغيرة. طبعا المنطقة فيها جميع الخدمات، الماركت وكل حاجة جنبيها. اجي بعد كده عندي دي الصالة، هنيجي للغرفة التالتة. عندي الغرفة دي رقم 3، فيها بلكونة.